شمال السويد في الشتاء، على بعد 200 كيلومتر من الدائرة القطبية، تسير أنا أولوند عبر النهر المتجمد باتجاه قرية بوكاسيرفي. هنا يوجد أول وأكبر فندق جليدي في العالم. المصورة لها علاقة وثيقة بهذا المكان، فقد أشرفت طوال سنوات على المبدعين أثناء العمل وساهمت فيه بنفسها كفنانة جليد. في عام 2013 أصدرت مجلد صور عن الفندق. بالنسبة لي إنه لأمر ساحر أن تجمع بين الناس الدافئين واللطفاء والبيئة الثلجية والجليدية القارسة، لذا أصدرت كتاباً بهذا الشأن. أردت أن أظهر للعالم كم يعني لي هذا المكان. كل واحدة من الغرف الجليدية الستين ذات تصميم مستقل وإضاءة تجعلها جزءاً من المشهد الكلي. الشيء الوحيد غير المصنوع هنا من الجليد أو الثلج هي الفراش وجلود حيوان الرنة في الأسرة. يفتح الفندق من ديسمبر وحتى منتصف أبريل ويجتذب سنوياً قرابة 50,000 نزيل. التصميم المعماري جميل، المكان بارد ولكنه رائع ويعجبني. هذا رائع جداً، لا يوجد لدينا ثلج في تايوان، لذا فالمكان مثير جداً بالنسبة لنا. سيتحقق اليوم أحد أحلامي. الجليد يضفي جمالاً على كل شيء هنا. في كل سنة يقوم حوالي 100 شخص ببناء فندق الجليد بين شهري أكتوبر وديسمبر، مستخدمين 5,000 طن من الجليد والثلج. مبدعون من كل العالم يقدمون في كل موسم أكثر من 100 اقتراح تصميمي ويأمرون بالمشاركة في تصميم الغرف. في 2012 حظيت أنا أولوند بفرصة القيام بهذا العمل. إنه عمل شاق بالفعل ويستمر من 7 صباحا وحتى منتصف الليل، والعمل يستمر حتى في عطلة نهاية الأسبوع. وعندما تنتهي من العمل في إحدى الغرف أو التصاميم الفنية تكون منهكاً بالكامل. بدأت حكاية فندق الجليد في عام 89 في ورشة لفناني الجليد، صنعوا بيتاً جليدياً ليستخدم كحانة، وبعد الاحتفال بات الضيوف فيه، وهكذا نشأت فكرة الفندق. انتشرت الفكرة في كل العالم، كما في شمال النرويج حيث أعيد في هذا الموسم بناء فندق سوريسنيفا إيغلو للمرة 16، أو قرية لاينوسناو في فنلندا حيث يوجد أيضا مطعم من الجليد. لم يقتصر الأمر على المناطق القطبية، ففي جبال الألب والبيريني انتشرت الفنادق الجليدية أيضا. فندق غراند فاليرا الثلجي في أندورا يقدم لزبائنه أيضاً بركة جاكوزي وسط الجليد. ورغم المنافسة لا يزال الفندق الجليدي في ياكاسيرفي يحظى بالعدد الأكبر من الزوار. نهر تورني الموجود بقرب الفندق مهم بالنسبة لنا. ماؤه نقية جداً وهو يتدفق ببطء شديد، لذا يكون الجليد في الشتاء صافياً وعالي الجودة. كذلك نحاول تجديد تصميم الفندق في كل سنة، ونهتم كثيراً بالناحية الفنية في الغرف. تكلفة الإقامة تبدأ من 230 يورو لليلة الواحدة. في العادة ينام الزوار مرة واحدة فقط في الغرف الجليدية، ثم يقضون بقية إقامتهم في البيوت الخشبية السويدية كما تفعل أنا أولوند. في المساء تزور السويدية كنيسة الفندق، فهي تجدها الأجمل بين غرف الفندق في هذه السنة. يمكن تناول المشروب في الحانة. في ربع القرن الماضي أحدث الفندق في شمال السويد بعض التغييرات. عندما يفكر الناس بالسويد أول ما يخطر في بالهم ستوكهولم وفندق الجليد. أعداد السياح الوافدين تزايدت كثيراً، وهذا يعطي للسكان هنا فرصاً للعمل والعيش. أعتقد أن هذا أمر مهم جداً. تبلغ درجة الحرارة في الغرف الجليدية 5 درجات مئوية تحت الصفر، وهي تعتبر دافئة مقارنة بالخارج حيث تبلغ درجة الحرارة 20 تحت الصفر.